بسم الله شايفها بلش يطلع من المي 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 طلع طلع بلش ها بلش يطلع بسم الله الله يسعد هالمساء المي انتسى حبايب القلب صلونا على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طبعا يا اخوان من اول ما جينا على الموقع وانا بصراحة قلبي بنبض، العم ابو حياري اصر اليوم يرجع نفس الموقع، سمعته مبارح كيف الاصوات اللي طلعت واشي غريب اول ما بلش يدق عمي اشي غريب فط بوجهه، والحمد لله متحمد الله ان مبارح طلعنا خير وسلامة، بس العم ابو حياري مصر اليوم يرجع على الباب نفسه بدي يتحدى الباب بدي ينفتح. العم ابو حياري مصر على هذا الاشي، وهسه راح اخليكم على عم ابو حياري يشرح لكم عن الموقع اللي احنا فايتينه يا حبايب القلب. عم ابو حياري بالله عليك انت حاس بالتوتر اللي انا حاس فيه بصراحة؟ شوف كلامك صحيح، التوتر موجود، اللي بيحصل معانا تحت باطن الارض الله يسعد مساكم والشغله ما نسيتنا مسي على حبايبنا ويسعد قلبكم جميعا. حبايبي التوتر موجود، واللي بينزل تحت باطن الارض بده يكون عنده التوتر، والشغلات اللي بتحصل معانا يا حبايبي فعلا شغلات خطره. عمال الارض احنا نفوت على مواقع، والمواقع الدفاعن اللي تحت باطن الأرض يا حبايبي فعلاً بتكون فيها خطورة وفيها من نوع من العمار الأرض تحت باطن الأرض. طبعاً امبارح حصل معانا أول ما وصلنا وكشفنا السرداب يا حبايبي بالعلم إنه ما بيدي تقريباً شبر، حصل معانا بأثناء دقي وصوت بسي بصوت دق بالأرض يا أخوان بصوت بسي ما بدري إذا وصلت. طبعا صوت البسي يا حبايبي ما بدري اذا الناس سمعته ولا لا او المتابعين انه سمعتوا صوت البسي يا حبايبي، بس بخصوص الدق اللي تحت باطن الارض ظهر كل وضوح يا حبايبي. اليوم احنا رجعنا على نفس الموقع، بدي اشوف يا بقدر افوت من هذا السرداب اللي افوت على المدينه اللي داخل الارض واكتشف شو داخل الارض وشو تحتوي من الاسرار هاي الموجوده تحت باطن الارض يا حبايبي. خلينا نشوف مع بعض، ودائما من بتهمنا دائما دعوتكم يا حبايبي ويسعد قلبكم جميعا. ما بدي اطول عليكم بالمقدمه انه فعلا يا اخوان انا عارض الحدث ان شاء الله، واذا مش الموقع هذا انا بدي ارد ابحث عن نفس الموقع اللي انا متواجد عليه اقدر اخترق الارض وانزل عليها يا حبايبي. لازم اصل هدفي تحت باطن الارض، وبالله عليكم تدعوا لنا ويسعد قلبكم جميعا ونتوكل على الله يا اخوي. يا سلام. عمي قديش خدنا مغامرات كثير، بس امبارح ليش هيك صار معنا؟ تحصل أقوى من هيك يا أخوي يا سند. إحنا مواقع اللي منفوتة مواقع خطرة، ودائما الواحد يسمي يذكر ربه سمح الله نزل تطبق عليه مغارة، في شغلات كثيرة تحت باطن الأرض هاي إحنا منفوت على مكاناتهم على مواقعهم على بيوتهم تحت باطن الأرض مخفية من الأسرار. هسا إحنا مناش نعطي شرح كثير، الناس عارفة شو اللي راح نحكي، لكن إحنا منتوكل على الله ونشوف. طبعا هي اخوان هي عدة العم ابو حياري ومتوكلين على الله دائما نتوكل على وهي الله. وهي موقعنا طبعا حباب القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، باذن الله مش طالب. اخوان امبارح من هون انا واقف هون شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم باذن الله، شايفين هاي الزاويه اخوان؟ قسما بالله في اشي رفع لفوق، واللي بتبع لهاي السنابه راح يشوف هذا الاشي. عم ابو حياري بالله عليك دير بالك ان شاء الله. دعواتكم حباب القلب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله تبعد كل مكروه عنا يا رب العالمين. بسم الله يا رب يا الله بسم الله. ها سامع؟ طبعا مبارح طلع صدق، ما احنا مبارح كان مسكر، انت الآن انت فتحت عليهم أسا ما بخلوك براحتك، بصير زعزعوك بصووا خابطة بتشكلوا بصير شغلات كثيرة تحت باطن الأرض، بدك تتوقع من كل إشي بطيح تحت باطن الأرض. باطن الأرض مخفية من الأسرار، وهذا الإشي لازم أنت تعرف يا أخوي يا سند. شغلة قسما بالله بتخوف. طبعا أنت الآن أنت فتحت على موقع، الآن بصووا أي شغلة أي تحركات بحطوا رعب مشان انت تقدر تشرد من المكان وما تقدر تكمل وتفوت على بيوتهم وتفوت مخفي تحت باطن الارض مشان ما تقدر تصله. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نتوكل. يعني تقول لي بتصير زعزعه؟ طبعا بدك تكون حريص وسمي بالله
واحنا محصن حالنا وربنا الحامي اللي كاتب، واذا كاتب ربنا وما بروح بيها الا الشاطر. صح، يعني قديش احنا بنخوض مغامرات ما بتدري شو بيصير معانا. يلا قول، بدك تكون حريص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا رب يا الله. طب عمي اختيار الغاز شو حكى لك؟ اختيار الغاز قال لي بعدين سولفك، هاي قصه ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب يا رب عمي، معقول نقدر نفوت منها هاي؟ الله يمحب هاي شبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. دير بالك يا عمي الزاويه اللي طلعنا منها شيء. طيب شايف؟ اها شبر. طب حاول توسع هنشوف. بسم الله هاك، وين تحط؟ حط انت تحت عندك عندك عشان ما يضيع لناش. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أنا بقدر أزرق منها؟ لا ضيقة كثير. طيب شو بدك تعمل؟ نبحث شوي نجرب. بسم الله يا رب يا الله يا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله يا الله. بسم الله بسم الله بسم الله. في صوت عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت كمان هون وراي يزم وراي. ايه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اه شو مالك؟ بلشوا عمي، شو رايك نفوت عليها من موقع ثاني اذا في؟ ايه هذا السرداب المدينه فايتي هيك ورايحه هيك. طيب بالاتجاه تحت، معقول لاقي لها باب؟ دقيقة خلنا نكشف بلكي لقينا. يلا يا اخوان خلنا نكشفها على باب، بلكي لقينا باب وريحنا راسنا من هاي النتفة بدنا نفوتها. قرب. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. مطر المقروع لها معك كمان. اه يلا روح عدي. بسم الله 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 بسم الله. اخواني شيء مش طبيعي والله. شو بسم الله بسم الله بسم الله. فضيلي ماتي هيك تقريبا هايتي. اها بسم الله الرحمن الرحيم. شو ليش هيك عملت؟ صبرك. بسم الله شوني عليك. طيب من الله خليك. بسم الله الرحمن الرحيم. شو مال هذي هون؟ شو بي دير بالك في وخضي يكون قدام بي اشي وكان. الله ايش في احلى فين هون؟ صار بي صوت.
شوها. ايش فيها؟ ما هي أرض محروسة، شو بتدور فيها؟ ها؟ سامع. شوف بس وين الترتاب اللي تحت باطن الأرض. يعني ممكن يكون. بس آه دقيقة. واقفين عليها. شو وسع عندي هون؟ كثير. تحتينا. جيب لك العدة؟ اه والله ما اذا بعطيني فراغ هون تأكد؟ بالأرض هاي وين؟ هون؟ اه فاضي فاضي ايه اتأكد شوف دقيقة في صوت في صوت فاضي صح؟ اه روح اجيب العدة وارجع؟ اه وين العدة حطيناها احنا؟ دقيقة امسك امسك الكشاف خلي معك شوف شوف العدة كيش عم تخلي وراك العدة؟ والله فيه والله فيه فضاوة شوفوا ولا اها هون 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 بي صوت ترد هون صح؟ اضرب هون بترد هون اها والله بيك فضاوة طيب يلا خلينا نبلش هاي كلها خلينا نبلش انت هرت سهلة طيب كيف معقول دير بالك يا عمي يبخت بيك اشي يا رب يا الله بسم الله لازم نفوت على المدينة بعدين راح الصلاه والله امور معقده يا عمي شوف شوف شو ها هدر عليه بصمة عمي ما معقول هون في شيء هو في صوت بس معقول وين السيخ رميتين انا دملتين هاي وراك اعطيني في حجر يا عمي قيم 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 شو بالنبي قيم ها صوت مي يا الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صوت مي يا عمي اه والله مي الريحة شايف تفرج هو دير بالك سمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم خايفة تعسونا اجت تنزلي يا اخوان عمي صح اه عمي فتحت وسع 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 قول يا هات خلنا وسع عنك شوي دقيقة دقيقة هات خلنا نشوف بس في ريحة قوية والله طاقة يا عمي يا الله طاقة طاقة دقيقة خلني بس اوضي خليني بس اوري المتابعين والله طاقة اجل فرج هي غميقة هاي شو بدنا نعمل كيف؟
في مسافة تقريبا 130 سم. هات خليني اساعدك شوي. امسك بساطين. امسك بس دير بالك. ها؟ زين. بسم الله. بسم الله الرحمن. ها؟ يمكن هذا الله يا زلمة. الصراحة. دير بالك من تحتك توقع. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيم الحجر. أيوة. شوف الله. أشوف قيم يدك. هي غميقة. شو بدي وصلنا إلى الحين. غميقة تحت صح؟ دقيقة خلها تصفى بدور المتابعين يا اخوان، بس مشكلتها ضيقة كثير. لا تعطيني تلفون خلني. شايف يا عمي؟ والله وسيعة كثير يا عمي من تحت، بس من هون كيف بدنا نعملها يا عمي؟ مش عارف كيف نفوت عليها. اخوان شوفوا، شوفوا الموقع، شوفوا شوفوا كيف، شوفوا 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 عمي. دب حجر، دب حجر خلينا نشوف. ها سامع؟ دب لي حجر، دب لي حجر. دقيقة عمي، هذا بعلق. زيح زيح شوي. لا هذا بعلق. بعلق؟ اه. داوره. لا لا بعلق بقى. زين شوف هاي. اسمع اسمع. شو؟ كيف بدنا نفوت عليها يعني؟ والله بدها بجوز 140 سم طولها. حتى طيب. ننزل عليها من تحت. هاي بدها شغل بجوز 3 ساعات. يعني نرجع لها بالنهار؟ بس مش عارف كيف نفوت على المدينة هاي. السرداب هناك ضيق. وهاي ترى بي صوت. والله زيك سامع صوت. هو مشكلة ما فيش مكان نفوت منه. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو يعني؟ فوتها ولا لا؟ كيف نفوت طيب؟ أنا قايل لا، بس كيف بدي فوتها؟ نلاقي مكان ثاني. مع المكان الأول غاد ما فيش، وهاي غاد هون كمان. طب والحل مع أمها الخريطة هاي؟ إذا مش عارفين كيف نقتحم الأرض. إذا هي شوف طلت كمان بير، بير كمان، فرج. آه مبين. بير بس هذا مدفون صفط إحجار تسليط كامل. شو هذا؟ شو هذا؟ هذا هون 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 فخار شيء هون محل ضوي. يا الله بصوت شايف؟ عمي بسم الله الرحمن الرحيم. فخار صح؟ فخار. طب احنا هسه كيف نفوت تحت يا عمي؟ اذا في اصوات غريبه والله. انا سامع صوت جاج، اذا مسامع صوت ابصر شو مش عارف. كل يوم بسمع صوت امبارح بسه وصوت دق وصوت خبط وصوت جاج. انا ما نعرف شو بدي يطلع لنا من الارض هاي. اذا شو الحل؟ المشكله كيف بدك تحمها هلا؟ اوعى على الكشف حبيبي. انا راح جوا. شو الحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عمي انت ملاحظ ان مغامراتنا بالبير هذا كلها معقده؟ والله معقده اذا، بس المشكله مش قادر اقتحم الارض انا. طب ليش هيك يعني معقده معنا؟ في اشي لازم نمشي عليه يا عمي؟ سامح احنا هدفنا صحيح ونصل لاهدافنا، بس بدها شغل كثير هاي. طيب شو؟ امتى بدنا نشتغلها؟ هذا بدك يا بتشتغل على السرداب هذاك يا بتشتغل على السرداب على البير هذا. ترى في اصوات تحت. شو بدنا نعمل يا عمي؟ في صوت دجاج يا زلمه. ماخو صوت دجاج تحت باطن الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللي مشتغل. بسم الله. كيف بدنا نقيم هذول الحجار؟ والله ما انا عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بسم الله بسم الله. يا الله انتبه. قلنا لك انتبه يا زلم. واقع مسكونه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شايفها بلش يطلع من المي. المي مي المي المي طلع طلع بلش. ها بلش يطلع. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعه عمي بسرعه. بسم الله بسرعه عمي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
بسم الله بسم الله عمي عمي طلع عمي شو هذا؟ بسم الله شو هذا؟ مش عارف انا بطلت افهم اشي بهالمغامرة هاي. بسم الله بسم الله انتبه. بسم الله لك. بسم الله في صوت عمي. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. تمرها تمرها بعدين نرجع لها. سامع؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا اخوان قسما بالله يعني يعني ها طلوا كيف ايش ما بتتخيلوه يا اخوان بي صوت رش عمي اسمع هذا مشان ما نقدر نفوت على مواقعهم شكله هاي مخفيه من شكله مخفيه من الاسرار يا اخوي يا سند طيب عمي بدي اسألك تخوض مغامرات يا زلمة بشوف مغامرات أصعب من خريطة هاي عمرك شفت والله يا زلمة دهشتني يعني احتمال لو فتنا جوا يصير معنا إشي ترى مش طبيعي يعني في إشي غلط بالموضوع السرداب هاجمونا غاد وردها اكتشفنا الموقع هاد كمان حتى عم بلد عليك قاعد كيف وجهك يا زلمة تغير يا زلمة إشي مش طبيعي يا أخوي يا سند طب شو بدنا نعمل هاي هي يا أخوان دمناها عمي نرجع لها بالنهار نفتحها شو رايك؟ ما انا عارف نجيب معنا اثنين ثلاثة نفتحها ما بدها شغل هاي وبعدين هاي بعدين منفوت بيها شو رايك؟ طيب نشوف كيف طيب حباب الكلب هينا احنا دفناها سم راح نحط عليها علامة ونرجع لهذا الموقع بالنهار ونفتحه ونصور لكم شو في داخله هذا بده شغل يا اخوي يا سند طيب بده شغل اذا هذا راح نفوت كمان شكلنا يا اخوي يا سند إذا مواقع هاي زي هيك خطرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كل حال خلنا نرجع للختيار تمام ونقول له القصة 1 2 3 شو صار معنا والمواقع بعيدة وفيها عمر أرض كثير وشغلات بتظهر علينا مش قادرين نستحمل الأرض ونفوت عليه باطن الأرض طب بقدرش يسهل لنا طريق غير هاي الطريق لا ما هو أنت معك خريطة الآن هاي خريطة موقع هاي كلها مخفية من الأسرار يعني زي ما شفت يا أخوان مين بتوقع قسما بالله العم ابو حيار اكتشفها هي هي ها 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 يا اخوان طلق عمي بالله عليك لو انت تمرق من هي هون ايش عليها ارض ارض بس احنا حددنا طريق السياق وطتنا فراغ عن طريق السرداب اللي فتنا انه تحت باطن الارض هون بي فاضي حددت بالموقع ها طب عمي يعني خاصة ندفنها ها صراحة يا اخوان قسما بالله شيء مخول المخ طب عمي حط لك علامة بس بيني بقدر احددها برد اطلعها ترد طلع ايه اذا طلعتها وارض مخفية ليش اطلعها بطلع كل المواقع اذا ما عليك فدام انا املك الخريطة خريطة هي الخريطة بتعطيني سر الموقع كامل بس انا بقول لك بضيع مثلا متر مترين هاي شيء يعني وين نقطة الفراغ طيب عمي بكره رجوعنا ولا بعد بكره ان شاء الله هسه خلينا نروح لختيار الغاز ونعرف شو ليش بصير معنا هيك وفعلا صعبه يعني احنا قاعدين بدنا نفوت بدنا نكتشف شو باطن الارض مش قادرين طب يلا نتوكل على الله يلا خلينا نتوكل طيب حبايب القلب ان شاء الله انتظرونا المغامره يا بكره يا بعد بكره بس نشوف ختيار الغاز شو بحكي لنا عن الموقع